أهلا بيكو حبايبي في حصة جديدة مع بعض، والنهاردة بنتكلم عن حلم كبير قوي عاش عليه كتير من العرب سنين طويلة. حلمنا النهاردة هو التكامل الاقتصادي العربي. يعني إيه كلمة تكامل اقتصادي عربي؟ هي الإجراءات اللي بتتخذها الدول العربية لإزالة القيود على حركة التجارة وعناصر الإنتاج فيما بينها، بحيث تستكمل كل دولة ما ينقصها من الدول العربية الأخرى. بمعنى إن كل دولة عربية تحتاج لأي منتج أو عنصر من عناصر الإنتاج، ما تحتاجش تروح تطلبه من دول أجنبية، ولكن نكمل بيه بعض. زي بالظبط لما اتكلمنا عن الزراعة والصناعة والتعدين، اتكلمنا عن إن الوطن العربي بيمتلك ثروات متنوعة، والتنوع ده هو نعمة من الله سبحانه وتعالى، لنستطيع تحقيق التكامل الاقتصادي، الحلم الكبير. أولا مقومات التكامل الاقتصادي العربي، ثانيا هنتكلم عن المعوقات اللي بتقف أمام التكامل الاقتصادي العربي، ثالثا هنتكلم عن الأساليب والإجراءات اللي ممكن تحقق التكامل الاقتصادي العربي. بيقول لي المقومات الموجودة عندي بتساعد على التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، واللي ممكن تحقق منه وتكون منه قوة عظمى اقتصادية كبيرة جدا تقف أمام التكتلات الاقتصادية الكبرى في العالم. إيه مقومات التكامل الاقتصادي؟ أول حاجة المساحة الكبيرة، لأن الوطن العربي بيتكون من 22 دولة تمتد من المحيط الأطلنطي إلى الخليج العربي. تاني مقاوم من مقومات التكامل هو الموقع المتميز. تالت حاجة المناخ المتنوع، واللي ترتب عليه تنوع في المحاصيل الزراعية والنبات الطبيعي. رابع حاجة الأنشطة الاقتصادية والموارد المتعددة، واللي بتميز كل دولة عن دولة أخرى. يعني أنا عندي دول غنية بالثروات الحيوانية والزراعية زي السودان والمغرب، عندي دول غنية بالثروات المعدنية زي موريتانيا والمغرب ومصر، عندي دول غنية بالثروات البشرية اللي ممكن يستفاد منها كقوة عاملة زي مصر وسوريا ولبنان، دول غنية بمصادر الطاقة زي دول الخليج العربي وليبيا والعراق. وده يعني إن أي دولة عربية يمكنها أن تستكمل اللي ينقصها من موارد اقتصادية أو قوة بشرية من دولة عربية أخرى، ونتخذ من الإجراءات اللي تزيل بها القيود عن الحركة التجارة وعناصر الإنتاج. وده بيحصل لو عملنا اتفاقيات للتكامل الاقتصادي. طب إحنا عندنا كل حاجة، ليه ما بيحصلش تكامل اقتصادي؟ إيه المعوقات؟ إيه هي الحاجات اللي بتقف قدام إن أنا أكون تكامل اقتصادي، أكون قوة اقتصادية عظمى؟ أول حاجة تذبذب العلاقات العربية ما بين تعاون أو خلاف. بمعنى أن الدول العربية دائما ما يحدث بينها توتر في العلاقات بينهم وبين بعض، ما بتستمرش كلها على وتيرة واحدة، وده بيؤدي إلى انعكاس هذه العلاقات على التعاون الاقتصادي العربي إن حدث بينهم خلاف أو بعض المشاحنات بين الدول بيؤدي إلى توقف التجارة. تشابه الإنتاج بين الدول العربية، عندي دول عربية بيتشابه فيها الإنتاج زي مصر والمغرب وسوريا. ثالث حاجة هو منافسة السلع الأجنبية لكثير من السلع العربية من حيث السعر والجودة. طب إيه الإجراءات اللي ممكن تحقق بيها التكامل الاقتصادي العربي؟ أول حاجة إن أنا أحدث وأفعل الاتفاقيات العربية في مجال الاستثمارات الزراعية والصناعية، إن أنا أعمل اتفاقيات بين الدول العربية تساهم في التكامل بين الدول العربية. اتنين تشجيع القطاع الخاص العربي على إقامة مشروعات، أي أشجع المستثمرين على إنهم يقيموا مشروعات زراعية وصناعية مشتركة، أي بين أكتر من دولة. تطوير الخدمات المساندة للتجارة بين الدول العربية، يعني أطور نظم المعلومات وخدمات النقل والتخزين في الموانئ العربية، وده بيساعد على التكامل
الاقتصادي بين الدول العربية. احنا كلمنا النهاردة عن التكامل الاقتصادي وبنقول عليه الحلم العظيم أو الأمنية اللي بيتمناها كل عربي. بنتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يحدث فعلا تكامل اقتصادي بين الدول العربية يساعد على القيام بالعديد من المشروعات، وبأن تكون الدول العربية قوة اقتصادية كبيرة زي ما ربنا سبحانه وتعالى هيأ لها من ثروات كبيرة تساعد على هذا التكامل. شكرا لكم.